التردي على الأوضاع المعيشية في قطاع غزة تم محاولة الكثير من الشبان الفلسطينيين إلى الهروب نحو أوروبا والمقابلات. حملوني الشنطة خلوني هاجر مش قادر اتحمل الوجع ما عدتش صابر سايب تاريخي سايب تراثي سايب كوكوكو وعم انطلع المستقبل الجاي عشت كل عمري في ظل الحرب عمري صار زنبت سنين والدرب هو نفس الدرب حاولت اغير الواقع بس وقع البلد حتم عليا دايما بالكتمان حكومة عرصة كل شي اللي تمنى كان مين بيحلموا بالسلام والفبركة بحمل مسؤولية سفري لحكام البلد خلص الجمعة وشهادة على الحيطان بروزة مش لاقي شغل مش لاقي معيشة هم خاطر بعمري وهاجر من هالعيشة همي فاق كل حدود على على اهلي صرت 30 سنة بطلب مصروف من الوالد انا هاجم عاد السفر 6 الصبح بتجيه على مينا سفينة مستنية فينا 5 شكل دفعونا ضريبة دخول على المينا فكرت بلحظة هل اني متاخد القرار الصحيح ولا لا انا مسافر هين طلعت وموكلها كلها على الله وعاد وعائل حجم الحجاج احلامي كلها براسي انا عارف ايش بدي اسوي بس اوصل مستنياني هناك حياة بوصفها بكلمة افضل يا بحر علينا هدي ليش غضبان علي وليش صرت تبطي ارجوك يا بحر حاول انك تتذكرني انا هداك الطفل اللي بحضنك كوني تردني هدي يا بحر علينا هدي ليش غضبان علي وليش صرت تبطي ارجوك يا بحر حاول انك تتذكرني انا هداك الطفل اللي بحضنك كوني تردني من الموت رحلوا الى المجهول الاف الشباب والعائلات الفلسطينية شقوا طريقهم في رحلة لا عودة أخذوا معهم فيها ذاكرة الوطن المدمر وجبروت الاحتلال الإسرائيلي هدي يا بحر علينا هدي ليش غضبان علي وليش صرت ضدي أرجوك يا بحر حاول إنك تتذكرني أنا هداك الطفل اللي في حضنك كوني تردني هدي يا بحر علينا هدي ليش غضبان علي وليش صرت ضدي أرجوك يا بحر حاول إنك تتذكرني أنا هداك الطفل اللي في حضنك كوني دخلت المركب كنت مستعجل بدأت أفكاري تتمادى تتبانى عوهم مش المركب بدأ الشط نشوفه بالكاب الناس اللي في المركب ترقص وتغني مع اللبان ابعدنا أكتر المنظر بدأ يتكهرب المركب بصغير صار المركب بدأت تتصرف هي العدد كبير الحمل بدأت تدخل في الجب يا نرمي الأكل والمي يا نرمي حنا ونهد وفي لحظة رمينا كل اللي معانا في البحر طايفة الخوف زاد الكل يصرخ بقلوب صافية شفنا الموت بالعين العين ضربت منفوخة وبقينا ويا البحر وجبتها صارت مسلوخة نشرب من المي لحوالينا المالحة لنسد الجوع اللي في عمعانا الفاضي الكادحة كترنا من الدعاء مالينا غير ربنا استجاب الدعاء وخرجنا من هاي المحنة شفنا مركب كبير صرنا نصرخ نبكي مع الفرحة ونلوح ونقول بليز بليز بس وصلوا لينا طلعونا واحد واحد في السفينة ومشينا حتى وصلنا اليابس بهيك نجينا بس وصلنا مسكونا الشرطة بدأ التحقيق من وين يجينا مين اللي عمل خطة التهريب ما كنتش واعي ما كنتش فاهم لقيت حالي هارب من سجن لأدخل في سجن وتغريب تمت حالك ارحم ما في وقت للندم القرار في ايدك فانت قرر.